عدنا إليكم من جديد بليلة التعبير عن الحب، بس هلأ رح نروح هيك لشق خاص اللي هو كيف الصم والبكم بيعبروا عن حالهم وليس فقط عن الحب. رح نحكي عن الحب بشكل خاص أكيد. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع معي صبيتين جميلتين، فرح ونايا. ما خربطت. مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا فيكم بشام أف أم وبالليلة. أنتوا أول شيء بعرفوني عن حالكم، بعدين لنحكي عن المشروع اللي عاملينه. أوكي. هلا بداية أنا فرح، خبيرة لغة إشارة بوزارة العدل، مذيعة لغة إشارة على التلفزيون. نايا. أنا اسمي نايا، أنا خريجة هندسة عمارة، بالإضافة لكوني أنا مترجمة لغة إشارة كمان بالتلفزيون. طيب هلأ اللي عم يحضرونا لايف على الفيسبوك عم يشوفونا عبر شاشة شام أف أم، فرح ونايا كل شيء عم يحكوه عم يعملوه كمان بلغة الإشارة، فأنا تقريبا عم ضيع، عرفت، عم حاول شوف الحركات وركز معهم بالحكي. يا الله ما أحلاكم. طيب فرح ونايا خبرونا، أنتوا صاحبين مشروع Sign With Us، كيف أخذتكم الحياة وبلشتوا بهذا المشروع Sign With Us؟ حكوا لنا حكايته للمشروع. بداية نحن بلشنا بهذا المشروع لأن نحن بالأساس نشتغل بجمعية الصم، فنحن نشوف كتير أشخاص صم ونحتك مع عائلاتهم. شفنا قلة وعي بالمجتمع وخصوصا العائلات اللي عندهم أولاد صم بموضوع لغة الإشارة. العائلات مثل ما شافت نايا بيخجلوا من أولادهم، بيخجلوا بلغة الإشارة، فبيضطروا يقولوا لأولادهم أنه ما يستخدموا لغة الإشارة كرمال يقوى موضوع النطق عندهم، وهذا الحكي مو صح 100%. مثل ما في تفكير العائلات اللي عندهم ابن هو أصم، هنا بيفكروا أنه لغة الإشارة أنه هي ما منيحة، بس بالعكس هنا لازم يفكروا أنه يعلموا ابنهم إشارة من هو صغير ولحتى يكبر. ممكن يعملوا نطق مع إشارة، هذا الشيء كتير مهم. ليش؟ لأنه الشخص الأصم آخر شيء، أو اللي معه نصف ضعاف سمع، هو ممكن آخر شيء بس أنه يعني يكبر هو بيصير أنه بيضيع. أنا ما بعرف نطق، أنا ما بسمع، أنا لغة إشارة ما بعرف، فهو بقى بيقع بين هالحائرين. فمهم كتير أنه العائلة أنه هي يصير عندها وعي بلغة الإشارة، كتير مهم أنه يتعلم الطفل. فمشان هو بس يكبر آخر شيء تمام، هو بيعرف أنه في لغة إشارة، أنا قادر أتواصل مع أشخاص اللي هن نفسي ممكن يكونوا صم، ممكن يكونوا كمان ضعاف سمع. يعني أنتوا فكرة المشروع إجت من موقف صار معكم قدامكم لأهل كانوا خجلانين انهم يعلموا اولادهم. هلا انا حسب انا عندي تجربه مع شخص اصم، هو كمان ضعف سمع. هلا هو كبير يعني عمره تقريبا شيء 30، بس هو هلا امه مثلا بتقلي انه انا بدي هلا انا اعلمه لغه اشاره، بس هو عنده يعني هو بخاف وبيشوف لغه اشاره هو انه بينسحب او بيتلبك او ما بده، فهو دائما بيقول لا لا انا ما بدي اتعلم لغه اشاره. هذا الموقف اللي خلاكم تفكروا بالمشروع. هلا هو اكيد في يعني في تجارب كثير نحن شفناها، بس هي يعني ممكن هذا يعني هذا موقف ممكن خلانا انه لازم نحن نعمل شيء ممكن نوعي بلغة الإشارة انه هي كتير مهمة. تمام. Sign With Us، حكي لنا عن المشروع. هلا بلشنا في مقاطع فيديو عم ننشرها بلغة الإشارة على انستغرام، موجهة تمام على الانستغرام، موجهة للمجتمع بشكل عام اللي حابين يتعلموا لغة إشارة، والأشخاص اللي بيشتغلوا مع الصم ممكن يستفيدوا من الإشارات اللي نحن عم نعملها، وأكيد كمان للأهالي. هلا في كتير مواقف قبل صارت معنا إنه الأهالي وقت عم يشوفونا في منهم عم يحبوا لغة الإشارة، عم يحبوا الطريقة اللي نحن عم نقدم فيها لغة الإشارة. حتى الأشخاص السامعين هنا بس بيشوفوا إنه في لغة إشارة، فإنه هن بينزهلوا إنه لغة إشارة إلى قانونها إلى ثقافة الخاصة فيها، فهن عن جد بينزهلوا إنه في لغة إشارة. فهذا الشيء كتير مهم نحن إنه نحن مثلا ممكن نساعد المجتمع إنه نوعي بلغة الإشارة، إنه هي كتير مهمة وأهمية استخدامه. وكمان في قواميس للغة الإشارة، تمام. إن هي ما للغة بس إيماءات عادية، هي قوانين لغة كاملة. صحيح. تمام. صفحة الانستغرام معناتها Sign With Us، بتعملوا فيها فيديوهات لتعرفوا فيها العالم عن لغة الإشارة. قدي صار عنا متابعين على الصفحة؟ حنوصل لأربعة آلاف. هلا بس صرنا احنا ثلاث أسابيع. تمام. ما شاء الله يعطيكم ألف عافية. فرح ونايا أنتوا عم تسجلوا فيديوهات ولا في حدا كمان معكم؟ هلا مبدئيا نحن فرح ونايا هن اللي عم يساووا الفيديوهات على الصفحه وينشروها، بس نحن هلا عم نطلع انه ممكن نحن نجيب اشخاص معنا ممكن يكونوا صم، ممكن يكونوا مترجمين ثانيين. احنا عندنا فريق اصلا، نحن عندنا فريق مترجمين لغه اشاره، فممكن نحن ناخذهم مع بعض ونصير نصور معاهم فيديوهات وننشرها مشان انه يصير في تفاعل بالصفحه عنا.
حلو كتير. وبتشجعوا كمان اللي بيصيروا يعني بيصيروا يحسوا حالهم عم بيفيدوا غيرهم لما عم بيعلموهم لغة الإشارة. حكيتي شغلة إنه فرح بأنه الأهل بيخجلوا، يعني أنا هاي حزت بقلبي إنه هنا بيخجلوا أولادهم يتصرفوا بلغة الإشارة قدام الآخرين حتى ما يعرفوا يعني إنه هن عندهم مشكلة سمعية أو بالنطق إلى آخره. تماما. هلأ الأهل بيخجلوا، شفنا أكتر إذا كان عندهم بنت صماء فبيخافوا مشان موضوع الزواج، فرص الزواج على البنت نفسها وعلى أخواتها كمان. فبالتالي الأم بتحاول تخفي عن عيلتها عن مجتمع انه في عندها بنت صماء. هذا الشيء كثير منشور، ويعني بالرغم من التطور الموجود بس لسه في عائلات عندهم هاي العائلية. انت متخيلة انه هي مثلا البنت الصماء انه هي دائما مثلا بالبيت على طول لوقت طويل، مثلا ما بتروح مشاوير، ما بتشوف قرايبينها، او مثلا بتروح على المدرسة، فهون بيصير عندها مشكلة نفسية كثير 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 يعني كثير كبيرة. فهذا هيك اشخاص يعني ممكن اكيد كثير. نايا بتتذكري البنت اللي بتقلنا انه هي بتكون ماشيه مع امها، ف يعني مثلا بالسوق بدها تحكي بلغه الاشاره امها ما بتخليها، هلا العالم بيشوفونا. طب هي هنا يعني كمان الصبيه اللي هي ماشيه بالسوق بدها تستخدم لغه الاشاره، قديش في عالم حيفهموا عليها؟ ولا هي لازم يكون في معها حدا مرافق؟ لا مو بالضرورة، بإمكان الأصم يعتمد على حاله بإيماءات بسيطة يوصل المعلومات اللي هو بده إياها. تماما. وانتو عم تدربون على هذا الشيء أو عم ندرب مين؟ عموما بالصفحة فيه هيك أكيد نحن عم نعمل الوعي بهي اللغة. هلأ أنا بشوف أشخاص كتير سامعين وقت هن بيشوفونا نحن الاثنين مثلا عم نتواصل بلغة الإشارة، هن بينزهوا نحن بين بعض، نحن بعض نتواصل بلغة الإشارة. هلأ أنا شفتهم برا في بيناتهم كيف يقول لك رفقات في بيناتهم لغة إشارة، مثلا سألتهم سؤال قام هنن مين بده يحكي عنه للموضوع، قام هيك طلعوا ببعض، هي أشارت له بعينها الثانية في طريقة التواصل سهلة بيناتهم، مثل أنا وعبد وقت بدي أحكي معه مو على الهواء بعمل له هيك خلص بس ما عم يفهم عليه. لازم نعلمه لغة إشارة. ما بعرف شو شلون ممكن يفهم على عبد غالبا وقت بعمله هيك بومبي. طيب الأهل اللي عندهم طفل أصم كمان قلتوا يعني ذكرتوا أنه بأحد المعارض اللي كنتوا فيها كان ما عم يقبلوا أنه يعلموا ما عم يتقبلوا الأهل أنه طفلهم هو أصم ويتعلم لغة الإشارة. هاي الأهالي واجهتوا هيك أهالي؟ أكيد أكيد. صار في بيناتكم حديث مباشر، سمعتون شو رأيهم، كيف أقنعتون إلى آخره؟ في موقف صار قبل تقريبا قبل شي أسبوع، في عيلة عندها طفل أصم صف سابع أو سادس، فالأب من زمان يعني أنا محاكيته هو ما بده يتعلم لغة إشارة، الأم ما بده تتعلم لغة إشارة. الأم أحيانا وقت بده شي من الولد ممكن يفتحوا معي أو معنايا مكالمة فيديو للأسف لحتى الأم تسألنا يعني إنه ابني شو بو، لأنه الابن هو متعلم من المدرسة، فبالتالي في كتير كلمات الأهل ما بيعرفوها. فالأب وقت إجا شاف مجتمع الصم، شاف الإشارات، شافهم كلهم شباب صبايا حلوين عم يستخدموا لغة الإشارة، فأدي شفتي نايا إنه تحمس، هو شاف إنه عن جد هي لغة كاملة، فإنه وقت شاف هيك فهو تحمس. أنا شفته صار يحمل الموبايل تبعه ويصور، يعني إنه هو مذهول بلغة الإشارة، إنه هو كان بيفكر انه انا ابني بس بالمجتمع اصم، وقت هو شاف اشخاص كتير صم فهو انه في مجتمع كامل للصم، مو لحاله ابنك، عرفتي؟ طب هلا انتوا عم تحكوا عن ام واب لازم يتعلموا لغه الاشاره كرمال ابنهم، حكوا لي انتوا حكايتكم، انتوا اصحاء ليه تعلمتوا لغه الاشاره؟ هلا انا كنايا انا بعيلتي ما في حدا اصم، فانا حبيت، انا اول مره شفت شخص عم يحكي لغه اشاره فانا كتير حبيت اني انا اتعلم اللغه، تحمست كتير. بالاضافه لمجتمع الصم هن كتير اشخاص يعني انه مثل انه بيدعموكي، مثلا بيشوفوك انه انت حابه بدك تتعلمي، انه كتير بيدعموكي لحتى هن يعلموكي لغه اشاره، التواصل معهم كل شيء كتير، يعني هو شيء احساس كتير يعني حلو كتير. هلا بالنسبة لي كنت شوف مترجم لغة الإشارة على التلفزيون وقت ما كنت صغيرة، صح كنا امبارح عم نحكي عنه. فتماما فكبر معي هذا الحلم. كمان بعائلتي ما عندي حدا أصم، أنا صار لي 13 سنة بالمهنة. هو فضول، فضول محبة، فضول. وهن نايا حببوها فيها العالم اللي بتحكي لغة الإشارة، أنه تعي تعلمي معنا عبري
مثل ما خليني دعم دعم دعم. يعني انا مثلا هلا اي شخص فينا مثلا يتعلم اي لغه، بس وقت بتشوفي في اشخاص عم تدعمك فانت بيزيد حماسك لانه انت تطوري حالك فيها. فانا شفت الصم هنا بيدعموني كتير، فانا عن جد طورت حالي باللغه، واخر شيء صرت المترجمه وعم ساعدهم، فنحن بنساعد بعض كتير يعني. هلا انتوا طول معكم عم تحكوا عم تاشروا، قلتوا لي بين بعض بتحكوا بالاشاره. طب مع العالم الطبيعيه احيانا بتخربطوا بتروحوا بتاشروا بدل ما اجباري؟ اكيد اكيد. انا ماما مثلا بروح لعندها انا ماما بروح لعندها بنكشف، بنسى انه ماما بتسمع انه انا بامكاني اني ناديله. حتى انا احيانا انا بخربت مثلا، هي فرح شو بتسمع، انا احيانا فكرة انه هي صنفة، انا بصير بلولح لها بانه انا قادره اني انا اقول مثلا فرح بصوتي، عرفتي؟ فخلص نحن تعودنا يعني خلص. حتى وش نكون عم نحكي بالمجتمع فجاه بنكون نحن عم نجاوب العالم واشخاص سامعين موجودين معنا، بينقطع الصوت نصير بنحكي بالاشاره. هلا نحن بدنا نحكي، بدكم تعلمونا كم اشاره بس، اشارات الخاصه بالحب. بس قبل بدنا نحكي عن يعني اخر هيك موضوع بدنا نحكي فيه عن احيانا صم وبكم ما بيتعلموا لغه الاشاره، قد ايه هذا الشيء بياثر عليهم ليعبروا عن حالهم، يعبروا عن شو بدهم بالمجتمع. هلا اكيد نحن واجهنا، شفنا في اشخاص كتير صم هن ما بيعرفوا اشاره، حتى طريقه التواصل معهم بتصير كتير صعبه. هو مثلا في مشكله عنده، في شيء حاسس فيه بده يقوله، هو ما بيقدر لانه ما بيعرف اشاره. كتير كتير نحن مثلا انه بنحاول انه نفهم انه مره اثنين ثلاثه انه عطيني، فنحن بس بنحاول نشوف. تماما. فرح عندك في صبيه بالمحاكم تماماً. هذا الشيء كثير بواجهه بالمحاكم. أنا خبيرة محلفة بلغة الإشارة، فبالتالي بيكون في مشاكل كثير بالمحاكم، بيكون أصم موقوف فهو ما عم يعرف يعبر عن حاله، فبالتالي منروح للتمثيل. أكيد أنت شفتي تماماً كيف أكيد. منمثل الموقف، الشخصيات منجيبهم كصور، هو لأنه ما بيعرف يعبر لأنه ما تعلم لغة الإشارة. صحيح. فهو صفي على الآن بالنص، هو لا مع السامعين ولا مع الصم. طيب أحيانا يمكن هنا بيبتكروا الواحد لما بده يعبر عن شيء بيبتكر لغة إشارة خاصة فيه حسب الاحتياج، بتصير هيك شغلات. طبعا طبعا أكيد. طب وانتوا بتقدروا تفسروا هاي اللغة اللي هو ابتكرها لحاله؟ إذا كانت لغة لحاله وإنه معزولة، لا ما ضرورة أنه نعرف كل الكلمات. يعني أحيانا لا بستعين كمان بخبير تاني لحتى يكون معي ويشوف أنه رأيي أحسن من رأيي. طيب اليوم نحن عم نحكي عن كيف منعبر عن الحب، وأكيد الصم والبكم عندهم اللغة الخاصة فيهم بالتعبير عن الحب. فأنا والمشاهدين اللايف على الفيسبوك أو على شاشة شام أف أم واللي عم يحضركم لايف أنتوا على الصفحة، بدكم تخبرونا كيف بيقولوا بحبك بلغة الإشارة. أوكي. يلا مين بده يعلمنا إياها؟ يلا جايه عندك كثير كلمات، انا حقولها وانت تشرحي معنا. هلا هنا كيف بيعبروا عن الحب؟ فهي هي الاشاره تبعيتهم، هي اشاره الحب. اوكي عبد تتعلم، هي عالميه، هي عالميه. سونيل تعلم بركي كيف تعرف فرح شو يعني هي الاشاره. هلا هي اختصار لاي، هيك اي هي الاي بالانجليزي، بتكون مسكره الاي. تمام. شو الفاتحين بس هذا، هي اي ولف هي اشاره اللف، واليو هي الواي، فجمعوها فبالتالي خلص هيك مختصر هيك لو يو خلص هيك هدول. هي بس هيك يعني بحبها، بس هي بحبها عن جد. طب هي اختصار لاي لاف لاف يو. تمام. يو تمام. وعيد هيك اختصروها، وعيد الحب بالاشاره. تمام. لك عم يسألني هيك لا هيك لبرا اتجاه لبرا. تمام. اي لاف يو، اي لاف يو. عم يتابع معنا، هاي ما شافوني. وعيد الحب الاشاره، عيد اشاره عيد هيك هيك اشاره الحب. تمام. واشاره الحب هي هيك، هي يعني حب، هي يعني. طيب هيك ولا هيك فعليا؟ هيك يعني هيك صح ولا هيك؟ لا لا هيك هيك. ايوه هيك بتصير صعبه. ايوه تمام تمام. فبسأل الشخص انه انت في حدا بعيد الحب، انه ايه هيك انه انت في حب مثلا او مع غمزه. الجواب نحن سنجل. طيب نرجع منعيد شو تعلمنا. يلا. هيك يعني بحبك. تمام. هيك يعني عيد الحب. تمام. عيد الحب. هيك يعني تعلم مع حدا بعيد الحب. صح. سنجل لحالي. كيف سنجل؟ يعني انا لوحدي. تمام. اوكي. ليش هي يعني سنجل؟ شخص لحاله. واذا بده يطلع مع حدا، اذا عنده حدا بحب حدا بيقول لك ايه. اوكي. طب معك مصاري؟ ما بعرف انا صار انه موجود. اذا بده يقول اشتقت لك او اشتقت لي، اشتقت لك. شو حلوه، شو وهيك شو حلوه. بتعب يا اخي، عم بعبر من كلمات.
طيب سؤال، هل انت صحيح برا قلتولي عن حدا قال لحدا بحبك بطريقه هو ابتكرها تماما وانا كتير حبيتها، ايه شو هي؟ هي هي على القلب، واشر انه قلبي هيك، قلبي عم ينبض. ممكن اذا بده يكون زياده انه هيك قلبه عم يعني عم ينبض. ما بيحبها عمله قلبه عم يغلي غلي، فمعلي نرجع نقشرها كيفيه. هي انه مثل قلبي وعم يغلي غلي، هيك عم يغلي غلي. قديه حلوين، قديه حلوين الكلمات اللي منعبر فيها عن الحب. طيب اذا بده يقول لها، بده يتقدم لها ويقول لها بدي اتجوزك، ففورا ايده على الخاتم هيك، كيف يعني؟ طبعاً. شو بيقول لها؟ بيعمل لها هيك؟ لك شو سهلة؟ هون بيعملوا قصائد قبل ما يقول لها بدي اتجوزك ومدري شو. خلصت خلص تمام. ايه او لا، ايه او هيك، او هيك هيك، ايه مع هزة الراس هيك، هيك ايه، بينما هيك لا، هيك لا. تمام، كتير حلوين هدول الكلمات. شو عنا كمان كلمات بدنا نعرفهم عن عن الحب؟ شو ممكن يعبروا كمان ايضا؟ هلا هن اكيد بايماءات جسدهم اللي بيبين من عيونهم، حتى اذا كان الشخص هو حابب بيبين بامكانهم يعني يكشفوا كثير، بيقولوا لي انه هذا حابب، من لمعه العين بتتغير، فهن نصهم كثير بيدققوا على حركات الوش، بيكونوا بيعرفوا اكثر من طبعا اكثر. هلا بنكون مثلا انا ونايا متفقين على شيء شغله مثلا مخبينا ما بدنا نقول لهم اياها، لا فورا شو قوي، ونحن ما بامكاننا انه هي البوكر فيس ما عنا، خصوصي انا ونايا ما عنا اياها، انا فورا بيلقطونا. ليك شو بيلقطونا؟ هيك كمشتك كمشتك عم تخوني. ايه ممكن كمشتك عم تقطع من ايده ومثلا عم تخوني او عم تغدر فيني هيك كمان. ليك شو طعني بالظهر. ايوه تماما. طيب هلا كنا بدنا نرجع للشغله، كم بدي احكي فيها واخذني موضوع الحب انا. احيانا في اولاد بيخلقوا اهلهم ما بيعرفوا انه هن صم وبكم، يعني بصير في عندهم مثل ما كنا عم نقول حاله نكران، انه لا انه ابني عم يسمع اكيد انه مو ما عم يسمع. هدول كيف بعدين بيعرفوا انه ابنهم اصم؟ بتقلي الام انه ابني بيسمع بس هو بيطنشني، هي اول شغله يعني من النكران. هلا اهم شيء موضوع كشف السمع للاطفال، في البيبيات وفي اطفال بعمر سنه وكذا سنه. كشف السمع كتير مهم. هلا الام هي اجباري اذا كانت مهتمه بابنها هي بتحس في مؤشرات تحس انه ابنه ما عم يسمع. بس عنا نحن مشكله بالاهالي حتى بتقبل المواضيع الطبيه تبع انه انا ابني ما فيه شيء، كل الدكاتره ما بيعرفوا انا بعرف على ابني. هلا شوي شهر ثاني ببلش تماما او هو عم يطنش او هو هي مشاكل كثير. طيب من اي عمر ببلش بيتعلم لغه الاشاره وكيف ببلشوا بتعلموا الصحيح؟ هلا الشيء اللي لازم ينعمل، طبعا الاهالي هون ما بيطبقوه، لازم الام تشوف ابنه بداية كنطق وتشتغل معه حتى لو أصم على موضوع النطق حتى يطالع الكلمات. يعني في احتمال يقدر يطالع كلمات؟ إذا يعني قدر يطالع كلمات عشان يقدر هو يتواصل مع المجتمع، بس بالنهاية خلص سمعه ما في سمع. أو مثلا بيحطوا له معينات سمعية لتساعده على تدريب النطق. لعمر 4 سنين 5 سنين كان موضوع النطق عنده ما تطور أبدا وصممه شديد، لازم تأهله للإشارة، وبيكون إشارة ونطق يعني في صم هنا موجودين بإمكانهم يحكوا كلمات وبإمكانهم يأشروا الاثنين مع بعض. في أهالي كتير بفضلوا النطق بس، لحتى طبعا الولد الصغير اذا تعلم الاشاره فبيستسهلها وبيبطل بيطالع احلى الكلمات. يا الله الموضوع معقد وصعب، بده اهتمام، يعني بده اهتمام مركز زياده من الاهل، يعني انه هنا يعرفوا كيف انه يعلموا النطق مع الاشاره سواء اول شيء النطق، وبعد العمر 4 سنين أو 5 سنين الاشاره، وحسب اكيد يعني حاله السمع عنده وحسب درجه النطق درجه تطور النطق حسب ذكاء الاهل عين الشخص اللي صابته هاي الحالة، اللي ما عنده مين يدعمه ومين يوجهه للطريق الصح ويدله على لغة الإشارة. بالأخير هي لغة للتعبير، مثل ما الكلام أو اللغة تبعيتنا هي لنعبر. بالأخير الأهم هو التواصل، نقدر نعبر عن مشاعرنا عن شو بدنا، ويكون عنا وعي. الأهل أهم شيء يكون عندهم هذا الوعي بأنه ما يخجلوا بابنهم أو بالطفل تبعهم إذا كان عنده حالة من الصم. الأهم هي ندعمهم ونعلمهم.
تعلمهم لغة الإشارة، وبرافو عليكم. يعني أنا أنتم عم تعلمونا اللغة وعم تحكوا عن الموضوع بطريقة كتير حلوة ومسلية صراحة. يعني ومثل ما قالت نايا أنه هنن أنه أنتم يعني كيف هي تشجعت لتتعلم اللغة من الصم، أنتم كمان شجعتونا حتى نحن نتعلمها لحتى عن جد نفهم عليهم شو عم يحكوا. وصفحة مفيدة جدا للعالم اللي بتحب تتعلم لغة الإشارة. شكرا لكم فرح ونايا. كيف منقول شكرا؟ شكرا لكم. كلمة أخيرة منكم لا sign with us عن المشروع وعن العالم اللي عم تابعنا. يعني أنا كنايا يعني أنا بدي إنه هي الصفحة تنتشر إنه بسوريا، بدي مثلا كل الأشخاص عن جد يصير عندهم وعي بأهمية لغة الإشارة. فأنا يعني بدي حاول وبدي أتعب لحتى عن جد أقدر إني أنا أعلم وأنشر هاي اللغة. أكيد. وبدنا يعني نوصل بشكل أساسي لكل أم عندها طفل أصم، لأن الأم هي اللي بتعلم. يعني الأم إذا تغير طريقة تفكيرها حتغير العيلة وبالتالي حتغير المجتمع. تمام. بحبكم فرح ونايا. شكرا لهي وعبد كمان بحبكم. عبد انا بس ما بتصير هي اللي بحبك ما بتصير باليسار، ما بيطلع الاصبع. لا بيطلع هو لك ليك صعبه ما عم بدها تدريب. يلا شوي شوي. فبحبكم فرح ونايا. شكرا للي قدمتوه. انبسط على ما عملها غنيه. انت بس تتعلم معي هي الاشاره شو معناها شو معناها بتحكي بالواقع. انا وياك سوا يعني هاي انا وياك سوا يعني مو انت انه انا وياك سوا. انا بدي احكي معك طبعا. بس ما بدي احكي مع الكل. انا بتواصل اي تمام. بتحب مين؟ حب ما فهمت عليك. شوفي اشاعتي ولا حكي. تواصلي هيك طبعا. ايه تواصل. خلص من عندك لعنده. ايوه هي حب مش هتخربطي. شكرا لكم مرة ثانية. شكرا لك. واهلا وسهلا فيكم دائما على هوا شام اف ام. ومبسوطة كتير بدردشتنا اليوم. شكرا لكم. باي باي.